ورفيق فقدنا فيه يعني المناضل والنصوح والمنبه. ما من محطة من محطات حياة بلادنا وحزبنا إلا كان يجهر برأيه ويقول رأيه ولا يخشى في قول الحق لومة. أنا شخصيا كانت عندي بعلاقة تاريخية من ونحن شبابا، احنا أبناء سنة واحدة، ومن مواليد 55 وأنا من مواليد 54، وكنا في جامعة واحدة، درسنا في كلية الحقوق، وكان في شعبة الاقتصاد وأنا في شعبة القانون العام. وصارت بنا الحياة الطلابية مسارات ونقاشات، ولكن ظل دائما ابن الدار، ظل يعتز بانتمائه للشبيبة الاتحادية، وظل دوما يعتز بانتمائه للاتحاد الاشتراكي. وآخر محطة كانت لنا هي الإرادة ديال الإخوان في إقليم أنفا، المؤتمر الإقليمي بتكريم. شكرا. ولذلك لا يمكن تكريم يعني الأخ رحمة الله عليه، أنا شفت التفاعل غير في 6 الصباح توفى، تنشوف التفاعل في كل المنصات وفي كل الصفحات ضد الحزب ولا خارج الحزب، تفاعل من كل اتحاديات واتحادية، وتفاعل الحق الصحفي. انتم زميلكم تتعرفوا هاد القامة اش كانت تساوي، لا في زمن سنوات الرصاص ولا في زمن سنوات الانفتاح، وشنو هي الافتتاحيات والمقالات التي دبجها جمال.